كنت نلعب. يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هلا يا مرحبا ترحيب معنا حمول الخيل حمول الخيل عونا اللي رفيعات ما نازلها أحبي بشافاني مرة ورا مرة نبدر بيل وانا مدري يحل خطامها ولا يعقلها يدوم الكلب قايع اللي تبى الايام حط وشل انا بقولها وانت لي اجوك العرب قلها انا ما شفتك الا وانت ساري في ظلام الليل تمس عمامتك ما ادري شنباتك تفت لها انا يا العازمي مالي على قفي طيور الليل الطيور الليل انا ماني فصيله من فصائلها هي اظنك هالسنه جاين بترسانه وسكه ريل ومن يعرف بيوت الناس يعرف وش مداخلها خلوها على كثر النجوم اللي بدت بين الجدي وسهيلة ما شفت النجم ابو زهره من اتلاها لي اولها خلوها تراني خاطري سامح ولو زودتها بالحيلة ومن يعرف بيوت الناس يدخل معمد داخلها هذا طبعك على ربعك ليا حد الكريم بخيل هذا طبعك على ربعك لي لكن اصحابنا العتبان يالله لا تحللها الله ترى قرنال ما نازل ما يسمونه بواد السيل يقولون العرب من دور الحاجة يحصلها بغيناها جماله والجماله ما لها تاويل لكن اصحابنا المطران ما ربي مجملها انا ما ابغاك يا ضلع العوج ظلك علي يميل ابا ظل الجبال الليله رب مظللها
شان وجهها النيره وشخانات التجميل اكب النصحابنا يتمعناها تشتال رملها وراك جيتنا يا اما العلاج يا معك عرزيل ولا يشره على روس الزنود الا فتايلها بلا شد معي عين كحلناها بك على الميل وكم عين لاجل مقدار صاحبها نكحلها يا عبد الله ترانا بالجمل ما هو بنا بالفيل يدينك من دمي الفيل ما تقدر تغسل لازم علشان توصلها يقولون الاطب عالج الحمى بني فنجيل وانا اللي من غلاك العوج عن راسك معدلها خلوها عليك الله ومان الله ما حد يعرض كل التقبيل لكن نهاية المشوار من عندي تقبلها تخير في المشالح والمشالح ما تبى تفصيل على قد كتابات القعبات ما تفصلها أحاسب مسمع بدون مجامله يا منهاج التفضيل يا دوري يا تأسفتياتها يا دفري يا دوري يا تأسفتياتها معنى تناتلها أقامت كنتهت أشبك أقامت كنتهت لازم تروح المكتبة الترحيل ما دام إن العلوم قصيرة أشبك تطولها تطفي وهج الجمرة وتكبر شعلة القنديل ومن حظك تطفيها ومن حظي تشغلها